بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث هذا النبي الكريم محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين، بعثه رحمة للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثه بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم رؤوف بعباده، لا يتركهم يضلون، لا يتركهم في جهالة أو في ضلالة، بل قال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كان الناس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلا وضلالة عمياء، قد اندرست آثار الرسالات السابقة وحرفت، وبقي العالم في ظلام دامس، إما يهودية منحرفة مغضوب عليها، وإما نصرانية ضالة ظالمة ضالة، وإما مجوسية يعبدون النيران، وإما وثنية يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار. وهكذا أصبح الناس في حاجة ماسة إلى رسول يحيي به الله سنة المرسلين ويبين لهم ما اختلفوا فيه من الحق. فبعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل واندراس من السبل، فقام صلى الله عليه وسلم بأعباء الرسالة ودعا إلى الله سبحانه وتعالى في عالم متلاطم الجهالات والضلالات، كانوا متناحرين فيما بينهم، تقوم بينهم الحروب الطويلة تأكل الأخضر واليابس، ويأكل القوي الضعيف والغني الفقير. هكذا كانت حالتهم الدينية، حالتهم السياسية، وأما حالتهم الاقتصادية فكانوا فقراء عالة يتكففون الناس. فلما بعث الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هدى الله به من هدى إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، فتحولوا من الكفر إلى الإسلام ومن الظلام إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. بعثه الله واحدا في عالم متلاطم مختلف اللغات والألوان والأديان، مختلفاً في كل شيء، وأعظم ذلك الجهل المطبق الذي يعم البشرية جميعاً. فأرسل الله هذا الرسول وأنزل معه هذا القرآن وأنزل عليه السنة والحكمة، فبين للناس ما أنزل إليه من ربه، ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة
والجدال بالتي هي أحسن. بعثه الله داعيا ومعلما ومجاهدا في سبيل الله، فقام بما أمره الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فامتثل أمر ربه سبحانه وتعالى، فقام وأنذر وبشر وحذر، حتى أوضح الله به المحجة وأقام به الحجة. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله الله بالهدى وهو العلم النافع، وبدين الحق وهو العمل الصالح، لأن العلم لا ينفع بدون عمل، بل هو حجة على صاحبه، وصاحبه إذا لم يعمل به فهو مغضوب عليه، والعمل بدون علم ضلال ووبال ولا ينفع، بل هو تعب بدون فائدة. فلا بد إذن من العلم النافع والعمل الصالح. فكان صلى الله عليه وسلم ناشرا للعلم، مبلغا للرسالة، صابرا على ما يناله من جهد وتعب، على ما يناله من مشاق. وكان صلى الله عليه وسلم أسبق إلى العمل بالعلم، فكان معلما وعالما وعاملا، كان أسبق الناس إلى الصلاة فرضها ونفلها، كان أسبق الناس إلى الصيام فرضه ونفله، كان أسبق الناس إلى الصدقات، كان أسبق الناس إلى كل عمل صالح، كان أسبق الناس إلى الدعوة إلى الله، أسبق الناس إلى التعليم، كان أسبق الناس إلى الجهاد في سبيل الله، فكان أقرب الناس إلى العدو في الغزوات وفي المعارك. فكان صلى الله عليه وسلم عالما ومعلما وداعيا وقاضيا ومفتيا وإماما في الصلاة وقائدا في الجهاد. وهكذا لا يسبق صلى الله عليه وسلم في أي ميدان من ميادين العمل، هكذا كانت حاله صلى الله عليه وسلم. لم يورث دينارا ولا درهما، مع أن الله فتح عليه بالأموال والغنائم والمبرات، لكنه كان صلى الله عليه وسلم ينفقها في سبيل الله، ويعيش عيش الفقراء، تمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، وإنما يطعم التمر والماء عليه الصلاة والسلام هو وأهله. توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله، لم يوفر مالا ولم يدخر شيئا مما يأتيه، وإنما كان ينفقه في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله، وإنما ورث العلم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. مر أبو هريرة رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يبيعون ويشترون في الأسواق، فقال: ويلكم، ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم هنا. فبادروا إلى المسجد فلم يجدوا مالا يقسم، وإنما وجدوا حلق الذكر
ومجالس العلم في المسجد، فرجعوا إلى أبي هريرة وقالوا: لم نجد شيئا يقسم في المسجد. قال: وماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا فلانا حوله ناس يعلمهم، وفلانا وفلانا ناسا يعلمون الناس. قال: ويحكم، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي بعث الله به رسوله، بعثه بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع الذي ورثه لأمته، ودين الحق هو العمل الصالح الذي قام به وأمر به صلى الله عليه وسلم. ترك أمته على البيضة ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. هكذا تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكتاب والسنة، وعلى هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته، لأجل أن نتبعه ونقتدي به ونسير على نهجه صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهر دين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر الأديان. قد تحقق وعد الله سبحانه وتعالى، فظهر دين الله في المشارق والمغارب، وبلغ أقصى المعمورة إلى أقصاها بواسطة الدعوة، بواسطة الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. فأصبحت الأمة الأمية، أصبحت أمة عالمة تعلم الناس بعد أن كانت جاهلة. قال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانت أمة العرب أمة جاهلة، ليس لها كتاب، وما أنزلنا عليهم من كتب يدرسونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وما آتيناهم من كتب يدرسونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فالله سبحانه وتعالى بعث هذا النبي في هذه الأمة العربية الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب بل تستجدي من الأمم الأخرى. فلما أرسل الله إليها هذا الرسول وعلمها وتلا عليها كتاب الله وزكاها وطهرها من الأخلاق، طهرها من الشرك والشك والكفر، وطهرها من الأخلاق الرذيلة، وعلمها بعد الجهالة، أصبحت هذه الأمة قائدة لأمم الأرض كلها. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا حصلوا عليه باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وما ورثوه من العلم. لو كان الموروث مالا لنفد ولضاع، ولكن العلم لا ينفد بل يزيد ويزداد بالتعلم والإنفاق. فلذلك بقي هذا العلم في هذه الأمة، ظهر منها العلماء الأحبار والأئمة الكبار من العرب والعجم وسائر من آمن بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى العجم الذين كانوا لا يعرفون العربية
تعلموا العربية التي هي لغة القرآن ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا أساتذة في اللغة العربية، وكانوا أوعية للعلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبغ فيهم الأئمة الكبار والحفاظ والفقهاء واللغويون مما لم يوجد في أمة من الأمم، وكل هذا ببركة هذا العلم الذي أنزله الله على رسوله ونشره رسوله صلى الله عليه وسلم في أمته. ولا تزال الأمة تتوارث هذا الشرف العظيم الذي أعظمه القرآن الكريم الذي نزل بلغة العرب، الكتاب المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الكتاب الذي تحدى الله به الجن والإنس أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، فعجز الجن والإنس ولم يستطيعوا، لأنه ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام رب العالمين. فهذا القرآن العظيم، وأيضاً هذا القرآن على كثرة أعدائه وكثرة مناوئيه لم يستطع أحد منهم أن يغير فيه حرفاً واحداً أو أن يخفي منه آية واحدة، هو كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وسيبقى كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرفعه الله في آخر الزمان عند قيام الساعة، وذلك لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الكتاب العظيم شرف الله به الأمة العربية وجعلها سيدة على العالمين بهذا القرآن العظيم، ولهذا قال سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إنه أي هذا القرآن لذكر لك، أي لشرف لك وشرف لأمتك العرب، وسوف تسألون يوم القيامة، يسألكم الله ماذا عملتم نحو هذا الكتاب من العلم والعمل والتعليم، ماذا عملتم بهذا الكتاب الذي حملكم الله إياه وأمركم بتبليغه. فحصل ولله الحمد أن حملته من هذه الأمة بلغوه للناس في المشارق والمغارب، وحافظوا عليه بحفظ الله سبحانه وتعالى له، فالله يقيض لهذا القرآن من يحفظه ومن يقوم به إلى أن يرفعه الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان، لم يغير منه حرف ولم تخف منه آية من آياته ولا سورة من سوره. هذا هو القرآن العظيم الذي من الله به على هذه الأمة المحمدية وجعله آية باهرة ومعجزة ظاهرة على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله وأنه كلام الله، إذ لو كان من كلام البشر لاستطاعوا أن يحاكوه أو أن يأتوا بمثله، ولما كان من كلام الله فلن يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثله أبداً. وها هو التحدي قائم إلى يوم القيامة: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بهذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا القرآن هو أساس العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والسنة النبوية إنما هي مفسرة للقرآن وموضحة له ودالة عليه، فهي الحكمة التي أنزلها الله مع الكتاب، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلاهما محفوظ بحفظ الله لأجل تبليغ البشرية وليهدي الله من يشاء من عباده
بهذا القرآن وهذه السنة النبوية، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا يتلو علينا هذا القرآن ويحدثنا بأحاديثه الشريفة الصحيحة كأنه موجود. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام لما طلبوا منه الوصية وعظهم صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فهذه السنة النبوية هي التي يعصم الله بها من اتبعها وعمل بها بعد القرآن الكريم الذي قال الله جل وعلا فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو القرآن والإسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. فهذه وصية الله لنا: واعتصموا بحبل الله جميعا. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فمن أراد النجاة وأراد السلامة وأراد الهداية فهذا سبيل الله، وهذا صراط الله، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين أظهرنا وبأيدينا كتاب الله وسنة رسوله، فعلينا أن نتمسك بهما لا سيما وأنتم تعلمون ما حدث من الفتن وما حدث من الشرور وما حدث من الغفلة وما حدث من الجهل الكثير. إلا أننا ولله الحمد ما دام هذا الكتاب الكريم وهذه السنة المطهرة بين أيدينا فبأيدينا حبل النجاة، فعلينا أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله، فإن فيهما النجاة من الفتن في الدنيا والنجاة من النار في الآخرة. وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل، وجنبنا وإياكم طريق الزيغ والزلل، ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان خير الجزاء على هذه الكلمات العطرة
التي شنف بها مسامعنا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والأسئلة كثيرة أكثر من أن تقرأ أو يطلع عليها، ولكن اقتصرنا على ما يخص الموضوع إلى حد ما. ونبدأ بالأسئلة. يقول فضيلة الشيخ صالح: نشهد الله على حبكم في الله، أما بعد، بما تنصح أبناءكم الشباب والمبتدئين في طلب العلم؟ ثم يقول: نلتمس من فضيلتكم، من فضيلة الوالد العلامة الشيخ صالح بن فوزان وفقه الله وأثابه، أن يكرر هذه الزيارة لأبنائه في هذا البلد، فهم بأمس الحاجة إلى توجيهات الشيخ، نصره الله ووفقه ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الجواب عن السؤال الأول وهو كيف تتعلمون العلم، فالعلم كما هو معروف يؤخذ عن العلماء المعروفين به، وهذا أمر ميسور ولله الحمد. لا يزال العلماء موجودين، وأنتم عندكم القدرة على الاتصال بهم والجلوس إليهم والأخذ من دروسهم بأي وسيلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالعلم يؤخذ عن العلماء، ومن دور العلم المعروفة في المساجد وهي بيوت الله، وفي المدارس والمعاهد والكليات الشرعية ففيها العلم ولله الحمد. فاحرصوا على طلب العلم، من كان يقدر على الانتظام في الدراسة النظامية في المدارس والمعاهد والكليات الشرعية فلينتظم فيها، فإنها فرصة عظيمة. ومن لم يستطع الانتظام في الدراسة النظامية فعنده المساجد، يسأل عن المسجد الذي فيه دروس، فيه محاضرات، فيه ندوات علمية، فيذهب إليها، وما فاته منها فهي مسجلة، بإمكانه الحصول على تسجيلها والانتفاع بها. فالعلم ميسور ولله الحمد، وهذا من فضل الله على هذه الأمة وتيسيره في نشر هذا العلم. وأما الزيارة فنحن إن شاء الله إذا سنحت فرصة فلا نترك زيارتكم إن شاء الله تعالى. نعم، جزاك الله خيرا. يقول السائل: وجد عندنا في مدينة الخرج ظاهرة جديدة، وهي الوعظ والتذكير حين اجتماع الناس للصلاة على الجنازة، فهل هذا الفعل مشروع أم يعد من المحدثات؟ هذا من المحدثات، الوعظ والتذكير قبل صلاة الصلاة على الجنازة، أو الوعظ والتذكير عند دفن الجنازة، هذا كله من المحدثات. الوعظ والتذكير يكون في المساجد بعد الصلوات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة في المسجد بعد الصلوات، يكون الوعظ والتذكير في الأمكنة المعدة لذلك. أما مع الجنازة قبل الصلاة عليها أو عند دفنها فليس هذا من مواضع الوعظ والتذكير. الجنازة نفسها موعظة، الجنازة نفسها موعظة، هي تعظ الناس لأنهم يعلمون، هي وإن لم تعظهم باللسان فهي تعظهم بحالتها، هم يعلمون أن هذا من إخوانهم، وكان يمشي معهم وكان يعيش معهم، ثم لف في هذه الأكفان وانتهى أجله، وانتهى أجله وانقطع عمله، فهي في نفسها موعظة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: كثر في هذا الزمان عادة سيئة ومنكرة، وهي إقامة العزاء في المنزل وذبح الذبائح والاجتماع والإسراف في ذلك، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ نرى أن هذا عمل محدث، الاجتماع وذبح الذبائح وتقديم الأطعمة لا داعي لكل هذا. العزاء ليس هكذا، العزاء أن تدعو للميت
وأن تدعو لأخيك المصاب إذا لقيته، تقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، وهذا شيء ميسور ولا يكلف أحدا، إن لقيته بمشافهة، وإن لم تلقه فبواسطة الجوال أو التلفون أو بواسطة المكاتبة، ولا حاجة إلى هذه التكاليف، نعم، وهذه الموائد وهذه الاجتماعات، وهذه تثقل أيضا على المصابين، لأنهم يستقبلون الناس ويقدمون لهم الأشياء ويتزاحمون عندهم ولا يتركونهم يستريحون، ففيها إثقال على أهل المصيبة. نعم. يقول السائل: أشهد الله على حبكم في الله تعالى، أريد القول الواضح في حكم التصوير سواء بالجوالات أو بالكاميرا، وهو منتشر بين الإخوة ويقولون هذا لمصلحة الدعوة مثل تصوير الحفلات الدعوية والرحلات وغيرها، جزاكم الله خيرا. تصوير ذوات الأرواح فيه أحاديث صريحة، ما هو محل اجتهاد ومحل تأويل، أحاديث صريحة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن المصور يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وأنه يؤمر بنفخ الروح في كل صورة صورها، من باب التعذيب له وتكليفه ما لا يطاق. فالتصوير حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن إنما يجوز منه الضروري فقط الذي لا بد منه ببطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة القيادة، هذه أمور لا يتمكن منها وهي من ضرورياته. وقد قال الله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فيقتصر على الضرورة فقط. أما التصوير للذكريات والتصوير للفن والتصوير لاقتناء الصور فهذا لا يجوز، وسواء كان التصوير باليد أو بالقلم أو كان التصوير بالنحت، نحت الحجارة أو الطين، أو كان التصوير بالالتقاط بالكهرباء بالآلة الضوئية الفوتوغرافية، كله عموم الأحاديث تقتضي منعه بجميع أنواعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني تصويرا دون تصوير ولا طريقة دون طريقة، بل عمم صلى الله عليه وسلم المنع من التصوير والوعيد عليه. نعم. يقول السائل: هناك بعض الناس يستمعون إلى الفضائيات في برامج حوارية تشكك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وتقدح في علمائنا وأنهم سلفيون متشددون، ويقولون مع ذلك نحن إيماننا قوي لا تضرنا هذه البرامج، فما الحكم؟ هذا غرور، قولهم إيماننا قوي ولا تضرنا هذه البرامج، هذه تزكية للنفس وغرور، وحري بهذا أن يصاب بالضلال عياذ بالله. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وقال جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فابتعد عن الفتن ولا تفتح على نفسك المجال والنظر في هذه الفتن وهذه الفضائيات، أغلقها ولا تنظر إليها، لأنها تؤثر في قلبك وتؤثر في عقلك وتؤثر في دينك، فابتعد عنها ولا تلتفت إليها. نعم. يقول السائل: لي أطفال وشباب تعبت معهم في إيقاظهم لصلاة الفجر، فماذا أعمل معهم؟ اصبر، واصل إيقاظهم لصلاة الفجر، واصبر على هذا إلى أن يهديهم الله وإلى أن يكبروا ويعقلوا، فأنت المسؤول عنهم ما داموا صغارا، ما داموا بحاجة إلى التوجيه وبحاجة إلى الإيقاظ والإعانة، اصبر عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه مسؤولية حملك الله جل وعلا وحملك الرسول إياها، فعليك أن تقوم بها، وأولادك أمانة عندك،
وعهدة في رقبتك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فالأولاد فتنة تاجون إلى صبر وإلى تحمل وإلى قيام بالواجب نحوهم، ولا بد من الصبر في هذا وعدم الملل، وأنت على أجر إن شاء الله. ما أصابك من التعب في مقابل أمرك لهم ومتابعتك لهم أنت على أجر. نعم. يقول السائل: هل تصح مقولة القرآن دستور؟ القرآن دستور بمعنى أنه منهج نسير عليه ونظام نسير عليه، نعم لا بأس بذلك. نعم. يقول: هل يجوز للحائض أن تتعبد بالقرآن الكريم أثناء حيضها وخاصة في رمضان؟ تعبد بالقرآن العظيم واجب على كل مسلم، الحائض وغير الحائض والذكر والأنثى، لكن لعله يقصد هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، أن تقرأ القرآن أو تمس المصحف؟ هذا لا يجوز، لا يجوز لها أن تمس المصحف، ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب حتى تغتسل، لأن عليها حدثا أكبر، فلا بد من الطهارة من الحدث الأكبر لتلاوة القرآن. نعم. يقول: هل يجوز للنساء لبس الإكسسوارات وهي القلائد المصنوعة من خيوط وأصداف وودع للزينة فقط، أفتونا مأجورين؟ إذا كانت هذه القلائد تستعمل استعمالا غير شرعي، تستعمل للاعتقاد فيها وأنها تمايم، فلا يجوز لبسها ولو كانت المرأة لا تقصد ذلك، لأن في هذا تشبها بمن يستعملونها لأغراض سيئة. والقلائد، هناك قلائد ليس فيها شبهة وليس فيها محذور، فتلبس منها ما ليس فيه محذور وشبهة. نعم. يقول السائل: كثر التهاون بأمر اللحية من قبل الشباب الملتزم، فأصبحوا يقصرونها ويحددونها، وبعضهم يقول يجوز أخذ ما زاد على قبضة اليد، فما توجيهكم لذلك؟ أنتم تعلمون أن الشيطان حريص على أن يصرف المسلم عن دينه وعن العمل بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن استطاع أن يصرفه صرفا كليا عمل ذلك، وإن لم يستطع ورأى عند الإنسان حرصا على العمل بالسنة أتاه من باب التساهل ومن باب الرخص ومن باب ذكر الأقوال المخالفة للدليل. فاللحية لا بد أن تترك كما خلقها الله سبحانه وتعالى، لا يتعرض لها لا بقص ولا بنتف ولا بحلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرسلوا اللحى، أرخوا اللحى، كلها أحاديث في الصحيح. ولكن الشيطان يريد أن يقاوم هذه السنة عند الناس، فاحذروا منه. واللحية ولله الحمد جمال للرجل وزينة في وجهه، فلماذا هذه المحاولات للتخلص من اللحية أو التخلص من بعضها؟ لماذا هذا؟ هذا هو التشويه، الجمال في بقائها وإعفائها، هذا هو الجمال. نعم. يقول السائل: ما حكم المتاجرة في التخليص الجمركي، وهل يعتبر من المكس التخليص الجمركي؟ هذا ليس من شأنك أنت، هذا من شأن ولاة الأمور، هم الذي يجب أن يسألوا عنه وأن يوجهوا التوجيه السليم. أما عوام الناس فليس دخل لهم في هذه الأمور، لا يستطيعون تغييرها، حتى ولو عرفت أن هذا لا يجوز أنت لا تستطيع تغييره. نعم. يقول: هل المسافة بين مدينة الرياض ومدينة الخرج هي مسافة قصر للصلاة؟ إذا كان بين المدينتين، بين حدود المدينتين 80 كيلو، ليس فيه بنيان لا لهذه ولا لهذه، فيجوز القصر. أما إذا كان تقارب البنيان ما بين الرياض وبين الخرج ولم يبق بينهما مسافة 80 كيلو، فلا يجوز القصر. نعم. يقول السائل: يوجد لدي وسواس في الصلاة، رغم أني أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة أكثر من مرة، وأحضر قلبي دقائق ثم يسهو مرة أخرى، وهكذا على هذه الحال حتى تنتهي الصلاة، فبما تنصحونني جزاكم الله خيرا؟
ننصحك أول شيء بالاستعانة بالله والاستعاذة من الشيطان الرجيم عند بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بقلب حاضر، فإذا استعذت بالله أعاذك الله من الشيطان. ثانيا، لا تهتم بالوسوسة، اتركها ولا تلتفت إليها وستذهب عنك بإذن الله. أما إذا أهمتك والتفت إليها فستزيد عليك ويتسلط عليك الشيطان. ثالثا، اجتنب الشواغل التي تشغلك عن الخشوع وعن حضور القلب، لا تدخل فيها بحضرة طعام وأنت تشتاق إليه، لا تدخل فيها وأنت حاقن للبول أو مدافع للأخبثين البول والغائط، لا تدخل فيها إلا وأنت على أهبة الاستعداد لاستقبالها والطمانينة فيها. نعم. ما حكم وضع تعليق أذكار بعد الصلاة في المساجد وفي قبلة المسجد خاصة؟ لا يعلق في المسجد أي شيء، لا يعلق في المسجد معلقات، وقد صدرت فتاوى من اللجنة الدائمة للإفتاء بأن لا يعلق في المسجد لا إعلانات ولا فتاوى ولا أي شيء. وإذا احتاج الناس إلى تعليق إعلانات تكون خارج أبواب المسجد، تكون من الخارج لا من داخل المسجد، لا يشغل المصلون بهذه المعلقات وهذه الملصقات. وإذا أراد من يعلقها أن يعلم الناس الأذكار يعلمهم بلسانه وبكتابته، يعطيهم كتابا فيه الأذكار، أذكار الصلوات، يعلمهم إياها بالتلقين، هذا هو الطريقة الصحيحة. نعم. يقول السائل: ما حكم الدعاء بأن يجعل الله الذي في بطن الزوجة غلاما ذكرا؟ لا مانع، لا مانع من الدعاء بالذرية الطيبة ذكورا وإناثا. ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم. يقول السائل: ما حكم التعامل مع أصحاب الأموال المشبوهة كالبيع لهم والشراء منهم والأكل والشرب معهم؟ إذا علمت أن هذا المال حرام فلا تتعامل معهم فيه، أما ما لم تعمل عندهم أموال حلال وعندهم شيء من الحرام وأنت لا تعلم من هذا المال من الحرام فتعامل معهم. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود واشترى منهم واستدان منهم وهم يتعاملون بالربا. نعم. يقول: ما حكم أخذ الشعر الذي على الرقبة وهل يعد من اللحية؟ اللحية ما نبت على الخدين والذقن، هذه هي اللحية، وما يسمى بالعوارض والذقن ما ينبت على مجمع اللحيين من الأسفل، هذه هي اللحية، فأعفها وأكرمها ووفرها. وإذا كان هناك شعر على الصدر أو على الظهر أو على الرقبة هذا ليس من اللحية، لا بأس أن تزيله. نعم. يقول: كيف يربي المربون من المدرسين أو معلمي القرآن الكريم والذين يمسكون الشباب وكثير من المناشط والأنشطة، خصوصا هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن والمناهج والقنوات الفضائية وغيرها؟ نعم، عليهم أن يحرصوا على تجنيب الشباب هذه المناشط الضارة وأن يحذروهم منها وأن يعلموهم ما ينفعهم بالطريقة المرغبة لهم والسهلة عليهم، بالبداءة بالأسهل فالأسهل، هذا هو الطريق الصحيح، البداءة بالأسهل فالأسهل، والمهم فالمهم، الأهم والمهم، على الترتيب، يتدرج معهم شيئا فشيئا ويدرجهم في التعليم حتى يسلموا من هذه الفتن وهذه الشرور بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: ظهر في الآونة الأخيرة من يطعنون في منهج السلف الصالح رضي الله عنهم لظهور بعض الأخطاء ممن ينتسبون إلى هذا المنهج، نرجو من فضيلتكم توضيح معالم المنهج السلفي وتوضيح عدم الربط بين أخطاء الأفراد وهذا المنهج المستقيم، وجزاكم الله خيرا. لا يضر المنهج، منهج السلف الصالح، أنه يخطي بعض من ينتسب إليه، لا يضره هذا، المنهج ولله الحمد سليم من الكتاب والسنة،
كونه يجهل بعض المنتسبين إليها ويخطي هذا خطأه عليه هو وجهله عليه هو، يقال أخطأ فلان والصواب كذا وكذا ومنهج السلف كذا وكذا، لمن عنده علم وبصيرة يبين. أما إن كان هذا من باب تنقص الناس والتحريش ومن باب التفريق بين الناس فهذا لا يجوز. إذا رأيت على أحد خطأ واضحا وصريحا فعليك بمناصحته بعلم وبحكمة وبموعظة حسنة وجدال بالتي هي أحسن، هذا هو الطريق الصحيح. وما كل من انتسب إلى مذهب السلف يكون على تمام، يكون عنده نقص أكيد، لأن التمام والكمال لله سبحانه وتعالى، ولكن الحمد لله أن الإنسان إذا أخطأ عن غير قصد أنه لا يؤاخذ. والله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، بإحسان هم مجرد انتساب بل بإحسان وإتقان ومعرفة واتباع صحيح، هذا هو الذي على منهج السلف. أما من ينتسب إلى السلف وهو لا يعرف مذهبهم هذا يخطي، لا بد أن تعرف مذهبهم أولا، ثانيا حتى ولو عرفت لست معصوما من الخطأ، والحمد لله باب التوبة والاستغفار مفتوح، تتوب إلى الله وترجع للصواب. نعم. يقول السائل: تعلم يا شيخنا الهجمة الشرسة على الإسلام ممثلة في التهجم على رمزه وقائده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت ردة الفعل عندنا أقل من المتوقع بحجة أن هذا الفعل من أعدائنا متوقع، فما نصيحتكم لنا بكيفية الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يحفظكم ويرعاكم. أولا علينا نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في أنفسنا، علينا أن نتبع هذا الرسول وأن نطيعه ونعمل بسنته، ثم بعد ذلك نرد على من خالفه ومن تنقصه. أما أننا نرد على الناس ونحن واقعون في خطأ عظيم بالنسبة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه فهذا لا يجدي شيئاً، علينا أن ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم في أنفسنا أولاً، ثم ننصره بالدفاع عنه عن علم ومعرفة وبصيرة وطريقة صحيحة. وأما أن الرسول ينال منه أو أنه يتكلم فيه هذا ليس غريباً، هذا وقت نزول القرآن قالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا شاعر، قالوا مجنون، ولم يضر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا زاده رفعة عند الله وعند المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ولا يهمنا من يتنقصون ديننا أو يتنقصون نبينا، لا يهموننا أبدا، لأنهم مخذولون ولله الحمد، والدين منصور ولله الحمد، وأهل الدين منصورون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. يقول: ما موقف المسلم تجاه ما يكتب في الجرائد والصحف التي فيها طعن وغمز بالدين وأهله؟ وما موقف المسلم من المنكرات التي تظهر لها إعلانات ودعوة إليها؟ كيف يغير هذه المنكرات؟ الذي عنده علم ومعرفة يرد على ما ينشر في الصحف، يرد عليها بعلم وبحجة، والذي ليس عنده علم يرفعها إلى أهل العلم ليردوا عليها. والمنكرات قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فينكر المنكر بحسب استطاعته وما يقدر عليه. نعم. يقول: يوجد معنا في العمل من أصحاب المذهب الإسماعيلي ونعمل معهم في إدارة واحدة، فهل يجوز الأكل والشرب معهم والاختلاط بينهم أو نعتزلهم؟ الأكل والشرب مما أحل الله لا بأس أن تأكل معهم إذا كان هذا بموجب العمل، أما أن تأكل معهم من باب مصاحبتهم والأنس بهم ومجالستهم هذا لا يجوز، لكن إذا وافق في العمل أو مكان العمل أنه وضع الطعام المباح طعام الطيب وجاءوا يأكلون معكم لا مانع من ذلك،
يأكلون معهم وأنتم تنكرونهم في قلوبكم لأنكم لم تجتمعوا معهم محبة لهم ولا أنسا بهم، وإنما العمل هو الذي جمعكم. نعم. يقول: أشهد الله أني أحبكم في الله، ما رأيكم يا شيخ فيما يسمونه بالاستمطار، حيث تقوم طائرات برش السحاب حتى ينزل المطر، ما حكمه من وجهة الشرع؟ هذا ما رأيناه، وإنما هو دعوة يدعونها، ونحن لا نصدقهم في كل ما يدعون وفي كل ما يقولون. نعم. يقول: ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ المسعى الآن محل يعني الشغل، الآن يشتغلون فيه، اصبر إلى أن ينتهي ويتبين الأمر. وإذا أردت أن تذهب إلى مكة لا مانع، تذهب إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام والجلوس فيه والطواف بالبيت العتيق، لا هذا طيب، وله لازم العمرة. العمرة أجلها إلى أن يتبين الأمر في المسعى، تبين النتيجة فيما بعد. نعم. يقول: يا شيخ إني أحبك في الله، ما هي الأسباب المعينة على طاعة الله عز وجل؟ المعينة على طاعة الله العزيمة الصادقة والنية الحسنة وعدم الكسل وعدم الخمول والعزم على الطاعة والإخلاص لله عز وجل، أن تعمل العمل لوجه الله، لا تريد منه ثناء من الناس أو رياء أو سمعة أو تريد طمعا دنيويا، فالله يعينك إذا صلحت نيتك. نعم. يقول: هل الدم طاهر أم نجس؟ مع الدليل. وما حكم صلاة الجماعة في وقت يشكك فيه من وجوب صلاة الجماعة؟ وما حكم تتبع مسائل الخلاف والرخص؟ مسألة. نعم. يقول: هل الدم طاهر أم نجس؟ الدم فيه تفصيل، الدم من الحيوان المأكول كالإبل والبقر والغنم والطيور المأكولة، الدم الذي يخرج من الذبح ويشخب من الأوداج هذا نجس، هذا الدم المسفوح وهو نجس وحرام، الذي يخرج من الذبيحة من أوداجها وقت الذبح ويشخب ويدفق بقوة هذا نجس وحرام، هذا هو الدم المسفوح. أما الدم الذي يتبقى في اللحم فهذا مسموح عنه ومعفو عنه ولا حرج فيه، يؤكل مع اللحم، وإذا أصاب الثوب فهو طاهر لأنه معفو عنه. أما الدم من غير الحيوان المأكول فهو نجس مطلقا، الدم من الإنسان، من الحيوان غير المأكول، من الطيور غير المأكولة، كله نجس. نعم. لا تفصيل فيه. نعم. يقول: ما حكم صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، على الرجال واجبة لا بد منها على المستطيع، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ما يلقى بينه وبين المسجد من المشقة وليس له قائد يلائمه، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له لأن يصلي في بيته، قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، وفي رواية: فإني لا أجد لك رخصة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. وفي رواية: لولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقتها عليهم. هذه كلها أدلة تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فلا بد من الصلاة مع الجماعة إلا إذا وجد عذر يعذره الله جل وعلا فيه، فإنه يرخص له في ترك صلاة الجماعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما العلاج الشافي بإذن الله تعالى للقلق والاكتئاب؟ وهل الذهاب إلى الطبيب النفسي فيه فائدة وجائز؟ أولاً، العلاج للاكتئاب النفسي والقلق بذكر الله سبحانه وتعالى. تكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن، تحافظ على الصلوات مع الجماعة، تجلس مع الناس الطيبين، تجالس الصالحين، هذا كله يذهب القلق بإذن الله. أما الذهاب إلى الطبيب النفسي لا بأس، العلاج مباح ولله الحمد، تداووا ولا تداووا بحرام. فإذا كان هناك طبيب نفسي وهناك علاج مباح لا بأس بذلك. نعم. في ختام هذه المحاضرة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تبارك وتعالى لفضيلة شيخنا الفاضل الشيخ صالح بن فوزان فوزان وفقه الله تعالى، والشكر موصول لكل من ساهم في إقامة هذه المحاضرة. هذا والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد.